تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف المحلل الاستراتيجي الفلسطيني جمال عمرو. اهلا بكم الى استوديو رافدين. سيد جمال، حركه حماس وصفت صفقه القرن بانها تصفيه للقضيه الفلسطينيه، يعني هل صفقه القرن اصبحت واقعا يخشى منه ويخشى من فرضها على الحاله الفلسطينيه؟ طالما ان هناك في الشعب الفلسطيني قوه حيه تقول لا فلا شيء واقع إطلاقا، لا يقع إلا ما يقدره الله عز وجل، وليس ما يقدره الموتورون فوق هذه الأرض من بيلفور حتى دونالد ترامب. كل هؤلاء إلى مزابل التاريخ أكرمكم الله سيذهبون، وسيبقى وستبقى فلسطين، وسيبقى الأقصى شامخا، وستبقى قضية فلسطين حية في نفوس الملايين وليس في نفوس الشعب الفلسطيني. هناك في الشعب الفلسطيني يعني شرائح كبيرة جدا وعريضة للغاية وتشكل أغلبية ساحقة تؤمن بأن هذه البلاد المقدسة في قلوب ملايين المسلمين وليس لها ممثل ولا شرعي ولا وحيد إلا كل المسلمين. نعم، وبالتالي موسكو هذا الإيمان. نعم، موسكو أعلنت عن استعدادها لاستضافة مصالحة فلسطينية، هذه أول مرة من الممكن موسكو تعلن تدخل واضح بالقضية الفلسطينية، لقاءات بين السلطة والكيان الصهيوني. كيف تفسر دخول روسيا على هذا الخط؟ وما الذي تريده روسيا أساسا من الدخول على الخط بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني؟ نعم، يعني لطالما تمنت موسكو أن يكون لها موطئ قدم في المنطقة في المياه الدافئة، ولطالما حرمت من ذلك دهرا طويلا، يعني كان مهيمنا تماما أمريكا وأتباعها في المنطقة يصولون ويجهلون ولا يتركون مجالا للروس لأن لهم مصالح، والسياسة العالمية خاصة في الدول الكبرى هي مصالح لا أكثر ولا أقل. موسكو يعني في لحظات معينة كانت تسحق الشعوب العربية والإسلامية، ولا زالت في بعض سياساتها الحقيقة تقترف حماقات منقطعة النظير، لكن عندما تكون الحماقة أشد أكرمكم الله من أمريكا وأمريكا تنتكس يعني في صفقة القرن وتنصرف من كثير من المواقع، يعني هي تنخلع تماما من أفغانستان ومن سوريا وإن شاء الله قريبا من ليبيا ومن اليمن، وبالتالي فإن هناك فراغا سياسيا للسياسات الدولية اللاعبون الكبار يعني، وعندما يعني تنخلع السياسة الأمريكية من المنطقة فلا بد لهذا الفراغ أن يمتلئ بالطامعين. هل المقصد بملء الفراغ أستاذ عمرو، هل المقصد بملء الفراغ أن روسيا ربما تعهدت بتنفيذ ما تريده أمريكا من مصالح لحماية الكيان الصهيوني، هذا الأمر أدى إلى انسحاب أمريكا من الأراضي السورية وتسليم الأمر للروس ومن ثم دخول الروس على خط المصالحة؟ ليس بهذه البساطة. نعم، صارت دعاية بهذا المعنى وبهذا المفهوم، وليس يعني كأن أمريكا يعني تستطيع توظيف روسيا أو مثلا الصين أو أي جهة أخرى بهذه البساطة وبهذه السهولة، تنسحب وتضع عريفا على المشاغبين في مدرسة المشاغبين. ليس الأمر بهذا الشكل على الإطلاق، يعني الروس لهم مصالح والأمريكان لهم مصالح مضادة تماما لها، ولذلك هناك توصية لحسن النوايا يعني من الروس بالتعامل بطريقة، يعني لذلك يوجد وفد روسي الآن في تل أبيب، يعني وتعودنا من الروس على الخديعة والغدر، وكان أندريه غروميكو أطول وزير خارجية في تاريخ الأمم المتحدة أول من اعترف بالكيان الصهيوني في فلسطين، يعني وبالتالي يعني لا يمكن أن ننسى أن الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا استراتيجيا للدول العربية قد خدعهم وقد مكر بهم وقد يعني غدر بهم، وبالتالي يعني لا يمكن إلا أن نرى في كلا السياستين الأمريكية والروسية أنهم استعمار وأن الحذر واجب وأن التعامل معهم ينبغي أن يكون بحذر شديد وبسياسة، يعني فقط إذا أرادت حماس أن تزور موسكو لتحقيق مصالح هنا أو هناك أو لمعبر سياسي ومبتغى سياسي فلا بأس، إنما دون أن يكون هناك ثقة مطلقة لا بالسياسة الأمريكية ولا بالسياسة الروسية. هنا نقطة، ما الذي سيختلف إذن عن لقاءات القاهرة في لقاءات موسكو؟ يعني سيختلف أن يعني دولة بحجم يعني القاهرة حكمت على نفسها بمغادرة الدفاع العربي المشترك والأمن العربي المشترك وأن تكون في الصف العربي، هي أرادت ذلك يعني،
وأرادت العبودية لاتفاقية كامب ديفيد، لكن على الأقل أنت أمام موسكو دولة يعني كبرى لها مصالح يمكن أن تساومها أنت على مصالحها أيضا، لأن السياسة أصلا هي علم مصالح، وأنت تعلم أن موسكو يعني لها وزن في الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والدول العربية مجتمعة ليس لها واحد على الألف من الفيتو، ولا قيمة لها أمام الفيتو الأمريكي والفيتو الروسي. لهذا السبب يعني لا مانع في علم السياسة من لعبة المصالح، يعني إن كان لدى موسكو ما تقدمه فأهلا وسهلا، وإن لم يكن فالحذر الشديد. ولكن يعني موسكو تقول بأنها سوف تستضيف، نعم، لكن موسكو تقول بأنها ستستضيف لقاءات للمصالحة، هل لها القدرة على فرض شروط من أجل المصالحة، أم أنها يعني بادرة كما يقال بالعامي بادرة خير من قبل موسكو يعني دون مصالح؟ لا هذا ولا ذاك، يعني لا يمكن لموسكو إطلاقا أن تحقق أي إنجاز في سبيل المصالحة، ولكن يمكن لفصيل فلسطيني معين إذا ما استطاع أن يقايد موسكو بالاستعداد للمصالحة والطرف الآخر يرفض هذه المصالحة أن يسجل نقاط سياسية وإنجاز سياسي فقط لا أكثر ولا أقل، ويحقق يعني عبر ذلك محطة جديدة لبوابة جديدة في المنطقة لربما باتجاه إيران مثلا، لأنه بطريقة ما مع إيران، لكن الجانب الفلسطيني الرسمي مرتهن تماما لاتفاقيات أوسلو ولمخرجاتها، ولا يمكن الخروج عن سقف السياسة الأمريكية. والرئيس الفلسطيني اليوم اتصل بدولة عربية بترولية كبيرة ليعلن ولاءه المطلق لها كما عودنا في أوسلو وبعد أوسلو وقبل أوسلو وكل هذه المسائل. هذه مسائل ليست سهلة بهذا الشكل، يعني أن موسكو تناديهم فيصطلحوا في حين أنه في مكة لم يستطيعوا وفي القاهرة لم يستطيعوا، ومعجزة ستحصل في موسكو، هذا أمر مستحيل ومستحيل جدا. الأستاذ جمال عمر المحلل الاستراتيجي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.